أولاً أنا سعيد جداً لحضوري مدينة القصر الكبير، اعتبارات أولاً شخصية وذاتية. لا أحضر إلى لمنطقتي، إلى مسقط رأسي بإقليم عرائش، وهذه واحد الخصوصية ما يمكن نشعر بها إلا بصفة شخصية. لذلك أنا معتز بأنني نكون بمدينة القصر الكبير. ثانياً ابتزازي أكبر لأنه كنشارك في فعالية تحمل اسم فنان الهرم الموسيقي الكبير عبدالسلام عامر. يكفيني فخرا أن اسمي يكون إلى جانب اسم هذا الهرم وهذا القائد الموسيقي والفني الكبير. ثالثا اعتزازي يكمن في التكريم الذي حظيت به بهذه المناسبة، والتكريم الذي لا أعتبره مجرد اعتراف بما قمت به وما لا زلت أقوم به، ولكن أعتبره تكريم مرتبة مسؤولية لتثبيت المسار الذي قطعته في حياتي والاختيارات التي حسمت فيها منذ البداية. وبالتالي بقدر ما التكريم واعتراف هو تثبيت المسؤولية وتأكيد لهذه المسؤولية. لذلك أنا ممتن للجهات المبادرة بهذا التكريم، خصوصا المجلس البلدي لمدينة القصر الكبير وجمعية منتدى بمهرجان عبدالسلام عامر، ممتن لجميع الأصدقاء الذين حضروا وتكلفوا وتحملوا أعباء التنقل إلى أي مكان. ما يمكن يكون إلا معتز بهذه المبادرة، ما يمكن يكون إلا مفتخر بهذا الانتماء إلى هذه المنطقة اللي يعود لها الفضل في إنتاج عبد الله البقالي وفي وجود عبد الله البقالي. في هذه الدروب، في هذه الشوارع، في هذه الأزقة ديال العرائش والقصر الكبير، هنا تكونت شخصية عبد الله البقالي، ومن هنا تخرج عبد الله البقالي المدرسة الحقيقية لعبد الله البقالي، مدرسة إقليم العرائش. وطبعا الآن تحولنا إلى صناعة تفاهة، لم نعد نقتصر على إنتاج تفاهة بصفة تلقائية. الآن هناك مخططات موجودة لإنتاج تفاهة في الغرب مثلا. المنتج للمحتوى الإعلامي يدرك جيدا خطورة المنتج الإعلامي ويشكله من خطورة حق المجتمع وحق الأفراد، ولكن ينظر إلى العائدات المالية لهذا المنتج، وأن هذه العائدات المالية تتجاوز في تقديره هو الاعتبارات التي تهم المجتمع. وبالتالي في ضوء التطورات التكنولوجية الهائلة الحاصلة في قطاع الاتصال، هناك إشكال إنتاج التفاهة وصناعة التفاهة، بحيث أصبح المنتج للمعلومة هو غير مختص في صناعة هذا المحتوى، هو غير مختص بإنتاج هذا المحتوى. حينما ننتج المعلومة في مؤسسة إعلامية، هذه المعلومة تخضع إلى مختبر، إلى مسار في الإنتاج، من محرر، من صحفي محرر، إلى رئيس تحرير، إلى سكرتير تحرير، إلى مدير النشر، إلى اجتماع هيئة التحرير، لها مراجع ميثاق الأخلاقيات، الخط التحريري. وبالتالي هذا النوع المنتوج الإعلامي أصبح منفلتا من هذه الضوابط. كما تقول أن شخص غير بناء سيقوم ببناء منزل ما، وبالتالي سيفتقد إلى الحرفية، وهذا المنزل سيتهاوى وسيسقط بعد لحظات من بنائه. نحن أمام تحدي خطير يتمثل في إنتاج التفاهة وفي صناعة التفاهة. وهالتفاهة كما قلت ليس مفهوما قدحيا، ولكنه يشكل تهديدا مباشرا على كثير من القيام وعلى كثير من المثول وعلى كثير من التوابيت والمراجع في الأسرة، في التربية، في كل حقوق المجتمع. وبالتالي لا يمكن الحديث الآن على القضاء على التفاهة. نحن يجب أن نبحث كيف نقلص التكاليف المترتبة عن صناعة التفاهة، وتقليص التكاليف لن يتأتى إلا بتتمين عمل المدرسة، بتتمين عمل الأسرة، وبتتمين الإعلام الحقيقي، لأنه الإعلام الحقيقي يقضي على الإعلام السيء، المنتوج الجيد يقضي على المنتوج السيء. عشنا حملات إعلامية ومواجهات إعلامية في الغرب، الصحافة الصفراء والصحافة الغير الصفراء، ولكن المحتوى الإعلامي الجيد استطاع أن يحاصر هذا المنتوج التافه، واستطاع أن يحاصر هذا المنتوج المنفلت، وقلل من تكاليفه ومن خسائره ومن تداعياته على المجتمع. هذا دور المدرسة، هذا دور الأسرة، هذا دور وسائل الإعلام التقليدية الحقيقية التي هي قادرة على مواجهة تحديات صناعة التفاهة في المجتمع. شكرا. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.